Thank you. شكرا. Wow. Well, thank you. Thank you, first of all, to Vice President Harris. في البداية. Thanks for putting your إلى نائبة الرئيس هاريس. شكرا على الثقة التي زرعتها بي لجعلي جزءا في هذه الحملة الانتخابية الرائعة. والشكر موصول إلى الرئيس جو بايدن على قيادته التاريخية على مر 4 سنوات. إنه لشرف كبير لي أن أتقبل ترشيحي لأكون نائبا للرئيس. إننا هنا اليوم من أجل سبب واحد وبسيط، ألا وهو أننا نحب بلادنا. لذا أود أن أشكركم جميعا هنا الموجودين في شيكاغو أو الذين يشاهدوننا من بيوتهم. شكرا على عزيمتكم وشكرا على إدخال البهجة والفرحة. لقد ترعرعت في بيوت نبراسكا، وهي بلدة عدد سكانها 4,000 شخص، وكان لدي عدد قليل من التلاميذ في المدرسة. لكن دعوني أخبركم أن النشأة في بلدة صغيرة مثل هذه سوف تتعلم كيف تهتم بالآخرين. قد لا تفكر بعض الأسر بنفس الطريقة، قد لا يصلي البعض بنفس الطريقة التي تقوم بها، أو قد لا يعشقون بنفس الطريقة، لكنك تهتم بجيرانك وهم يهتمون بك بالمقابل، والكل ينتمي إلى نفس المكان، وعلى عاتق الجميع مسؤولية المساهمة. بالنسبة لي كأنه لشرف أنني عملت في الحرس الوطني، وقد عملت بصورة دعتني للفخر لارتداء الزي العسكري لمدة 27 عاما. والدي وهو من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب الكورية وتوفي بسبب مرض، ولكن بفضل الله وبفضل الضمانات الاجتماعية والقوانين التي كانت قد سمحت لي أن أتوجه إلى الكلية، وسمحت إلى الملايين من الأمريكيين أن يدرسوا في الجامعات. وفي نهاية الأمر كان لابد لي أن أنقذ أسرتي وأن أتوجه إلى مهنة التدريس. 3 من أصل 4 من أفراد الأسرة تزوجوا من مدرسات، وانتهى بي المطاف في تدريس العلوم الاجتماعية وتدريب كرة القدم في مانكويا ويست كاين سكول. We ran a 44 defense. We played through to the whistle on every single play, and we even won a state championship. أداء أكثر من 44 بطولة في كرة القدم، وأحرزنا ألقابا كثيرة. But it was those players and my students who inspired me. هم الطلاب الذين كانوا مصدر إلهامي في الكونغرس، وكانوا يرون بالالتزام بالصالح العام، وفهم بأننا جميعنا في هذه البلاد معا بيد موحدة، والاعتقاد بأن شخصا واحدا يمكن أن يشكل فارقا لجيرانه. لذا كنت في تلك المرحلة مدرسا في الكلية ودون أي خبرة سياسية ودون أي أموال، أترشح في ولاية حمراء حتى النخاع. لكن أتعلمون، عليكم ألا تقللوا من قدر المدرسين العاملين في المدارس الحكومية. فقد مثلت
الأحياء الخاصة بي في الكونغرس لمدة 12 عاما وتعلمت الكثير. تعلمت كيفية العمل حول على قضايا مثل كيفية العمل على النهوض بالاقتصاد ودون أن تقويدي القيم الخاصة بنا. ومن ثم عملت كحاكم وبدأنا بعد ذلك بصنع فارق في حياة جيراننا وقمنا بتخفيض ضريبي لكافة المواطنين وقدمنا التغطية الطبية وعملنا على محاربة الجريمة وتقديم الرعاية ميسورة التكلفة وخفضنا أسعار الأدوية التي كانت الأسر بأمس الحاجة إليها وتحققنا من أن كل طفل في ولايتنا سوف يحصل على وجبتي فطور وغداء كل يوم. لذا بينما كانت بعض الولايات الأخرى تحظر الكتب في مدارس ثانية وفي ولايات أخرى كنا نحظر الجوع من أن يتفشى في ولايتنا. وقمنا بحماية حريات الإنجاب لأنه في مينيسوتا نحترق الخيارات الشخصية التي يتخذها الناس في ولايتنا. حتى لو كنا لا نتخذ هذه الخيارات لأنفسنا لدينا قاعدة ذهبية ألا وهي أنه علينا أن نهتم بشؤوننا الخاصة وحسب. وذلك يشمل علاج العقم. وإذا لم تجربوا ما هي الصعاب التي تعترض الأشخاص الذين كانوا يقومون بتلقي علاجات للخصوبة، هذا يذكرني بما عشت به لفترة كنت أنتظر فيه وجود علاج لمسألة الإخصاب والإنجاب. وعندما باركنا الله بطفلتنا سميت طفلتي هوب أمل، فهي عالمي بأكمله. أنا أعلمكم كيف بدأنا ببناء أسرتنا لأن هذا هو جوهر انتخاباتنا، الحرية. عندما يستخدم الجمهوريون كلمة الحرية فهذا يعني بأن الحكومة لها حرية غزو عيادات الأطباء ولهم حرية تلويث الماء والهواء وحرية استغلال العملاء. لكن عندما نحن الديمقراطيين نتحدث عن الحرية فنعني حرية اتخاذ وصنع حياة أفضل لك ولمن تحب، الحرية لاتخاذ قراراتك الخاصة بشؤونك الصحية، وحرية أطفالك في التوجه إلى المدارس دون خشية تعرضهم لأي طلق ناري أثناء عودتهم إلى المنزل. أنا محارب قديم وكنت صيادا جيدا أفضل من أي من الآخرين في الكونغرس وحصلت على جوائز في ذلك، لكنني في نفس الوقت أنا أب، أنا والد وأؤمن بالتعديل الثاني. لكن أعتقد أن مسؤوليتنا الأولى هي الحفاظ على أمن أطفالنا. هذا هو جوهر الانتخابات، مسؤوليتنا تجاه أطفالنا وتجاه المستقبل الذي نبنيه معا والذي يحق من خلاله لكل شخص أن يبني مستقبله بالطريقة التي تعجبه. لكن لا يمتلك الجميع نفس حس هذه المسؤولية، فبعض الناس لا يدركون ما الذي يعنيه أن تكون جارا جيدا. خذوا على سبيل المثال دونالد ترامب وجي دي فانس ومشروعهم 2025 سوف يصعب على الناس الذين يحاولون أن يعيشون حياتهم بشق الأنفس وهم قد قضوا حياتهم دون أن يعلموا عنهم شيئا. لكنني قد دربت كرة القدم لفترة طويلة وأعرف ذلك. عندما يقوم
شخصا ما بالتقيد بالقواعد المكتوبة فسوف يقوم بتنفيذها على الدوام. ونعلم إذا ما عاد هؤلاء الأشخاص إلى البيت الأبيض فسوف يقومون بطحن الطبقة المتوسطة، وسوف يقومون بإلغاء قانون الرعاية الطبية، وسوف يقومون بحظر الإجهاض في كافة أنحاء البلاد. وهنا مربط الفرس، إنها أجندة لم يطلب أي شخص بتقديمها، أجندة لا تخدم مصلحة أي شخص إلا الأثرياء والأكثر تطرفا بيننا، وهي أجندة لا تقوم بتقديم أي شيء إلى جيراننا المحتجين. إنها عبثية، لكن لا، وأنه من الخطأ أن ننظر إليها بهذه الطريقة. إنها تخص معشر ترامب فقط، الذين سوف يعملون على جعل السنوات الأربع القادمة أكثر سوءا. تعلمون أنني كنت قد درست هؤلاء المراهقين والذين أخذوا مفاهيم خاطئة حول قيادة ترامب. القادة عادة لا يقفون طوال اليوم يقومون بصب الشتائم والإهانات على الآخرين. لذا قولوا معي إننا لن نعود إلى الوراء. لدينا شيء أفضل لنقدمه إلى الشعب الأمريكي. سوف يبدأ الأمر من مرشحتنا كامالا هاريس. منذ يومها الأول كمدعية العامة وكنائبة عامة وبصفتها سيناتور في مجلس الشيوخ ونائبة الرئيس، كانت تحارب لمصلحة الشعب الأمريكي. قامت بمحاربة ومواجهة العصابات الإجرامية ولم تتردد أيضا إذا في التواصل مع الناس إذا ما كان ذلك يرمي لتحسين حياتهم. كانت تفعل ذلك بحس من الطاقة وبشغف وبسعادة. أيها الناس، لدينا فرصة لجعل كامالا هاريس الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة، لكن أعتقد أن الأمر متروك للشعب الأمريكي بشأن ما يجب أن تفعله كرئيسة للبلاد قبل التصويت. لذا هذا هو الجزء الذي يجب عليكم أن تحفظوه عن ظهر قلب وترسلوه إلى أقاربكم. إذا كنتم من الطبقة المتوسطة فإن كامالا هاريس سوف تقوم بتخفيض ضرائبكم، وإذا ما كنتم تشعرون بالضائقة المالية بسبب الأدوية الموصوفة طبيا فإن كامالا هاريس سوف تساعدكم بذلك، وإذا كنتم ترغبون بشراء منزل فسوف تجعل الأمر ميسورا لكم. وبصرف النظر عن هويتكم فإن كامالا هاريس سوف تقف معكم وتدافع عن حريتكم وعن حياتكم التي ترغبون بعيشها، لأن هذا ما نوده لأنفسنا وهذا ما نوده لجيراننا. لعلكم لا تدركون ذلك لأنني لم أتلو خطابات مثل هذا، لكن كنت أجريت الكثير من الحوارات. دعوني أنهي بهذه الكلمات. إننا في الربع الأخير من السنة وعلينا أن نمسك بالكرة التي اعتدنا أن نمسكها في الجزء الأخير من الملعب. وكامالا هاريس مخضرمة ولديها الخبرة ومستعدة، وإن عملنا بالتالي هو وبالنسبة لكل من يشاهدنا ويراقبنا هو أن نقوم بمواجهة الخصم. ففي كل مرة نتقدم إنشا أو ياردة واحدة أو اتصال في كل مرة، أو أن تقرعوا على باب جيرانكم أو تبرع بدولار واحد، كل هذه الأمور سوف تصنع فارقا. تبقى لدينا
77 يوما وهي فترة قصيرة للغاية. بهذه الطريقة يمكننا أن نمضي نحو المستقبل وأن نقوم بطي صفحة دونالد ترامب، ويمكننا بذلك أن نبني بلدا يكون للعمال المقام الأول، والحكومة سوف تكون بعيدة عن غرف نومكم ولا تتدخل بحياتكم الشخصية. هذه هي الطريقة التي نصنع فيها أمريكا، بحيث لا يمكن لأي طفل جائع يمكن التخلي عنه، ولا يمكن لأي شخص أن يقول له بأنه لا ينتمي إلى هنا. وكما قالت الرئيسة في الولايات المتحدة المقبلة، أنه عندما نقاتل، عندما نحارب، فإننا سوف نفوز. شكرا، فليبارك الله بكم. إذن مشاهدينا، كنا نتابع هذه الكلمة للمرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي تيم وولز، الذي تحدث فيها بهذه الكلمة ودعم مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كاميلا هاريس، وطبعا بالدرجة الأولى بشكل رسمي قبل ترشحه لمنصب نائب الرئيس. قال وولز: لدينا فرصة لجعل كاميلا هاريس رئيسة أمريكا المقبلة. سجل هاريس كمدعية عامة يتحدث عنها، ولدينا الكثير أنا وهاريس لنقدمه للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة لن تعود للوراء. أما إذا فاز ترامب فالأربع سنوات المقبلة ستكون سيئة للغاية. أجندة ترامب وفانس عبثية، كما قال وولز، وأجندة ترامب وفانس لا تخدم إلا مصلحة الأثرياء. طبعا تحدث كثيرا عن البرنامج الانتخابي للديمقراطيين، وقارنه بشكل مفصل مع برنامج الجمهوريين ونظرتهم لكل المواضيع المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وموضوع الإجهاض والأسرة والتخفيض الضريبي وما إلى ذلك. وقال بصريح العبارة: إذا عاد ترامب للبيت الأبيض سيدمر الطبقة المتوسطة، ومشروع 2025 لترامب وفانس سيصعب على الناس حياتهم، بحسب مقالة تيم وولز مرشح لمنصب نائب الرئيس في الحزب الديمقراطي. طبعا بالإضافة لذلك تحدث عن المكان الذي ترعرع فيه، وعن عمله، وعن كل إنجازاته عندما كان حاكم لمينيسوتا في الفترة السابقة. بكل الأحوال أيضا نناقش كل ما جاء في كلمة وولز مع مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، تنضم إلينا من شيكاغو. نادية، أهلا ومرحبا بك، يعطيك العافية. بالتأكيد أنت تتابعين كل وقائع المؤتمر، واليوم والآن كنا نتابع نحن وأنت والمشاهدين أيضا القبول الرسمي لتيم وولز لترشحه لمنصب نائب الرئيس. أبرز ما جاء في كلمته وأصداء هذه الكلمة داخل قاعة المؤتمر. بالإضافة ربما إلى ما ذكرتي، تيم وولز قدم نفسه للشعب الأمريكي. تيم وولز لا أحد يعرف به قبل أن تقرر كاميلا هاريس أن ترشحه لهذا المنصب، لذا هو قام بالتعريف عن نفسه. وقبل أن يأتي إلى المنصة كان هناك أحد الطلاب الذين دربهم في
كطبعا مدرب لكرة القدم، حتى تعرفين مدى أهمية القصص الشخصية في الانتخابات الأمريكية. كل شخص كل شيء يرتبط بالقصص، لأنها قصص ربما الأمريكي العادي والناخب يتأثر بها أكثر، وبالتالي هو ربط كل القضايا تماما. يعني بدي أعطيكي مثل، هذا الشعار الذي نراه طبعا في داخل القاعة، كوتش وولز، لم يستخدموا كلمة نائب الرئيس، استخدموا كوتش، كوتش وولز أي المدرب كوتش. نعم. تصوري هو يترشح إلى منصب نائب الرئيس، وأهم كلمة استخدموها أنه كان مدرب، لأن المدرب يمكن أن يكون أب، يمكن أن يكون شخص مدرس كما هو الحال معه، وبالتالي كما قلت يربط هذه القصص الشخصية. تحدث عن قراره بأن يكون بالفعل أن يدخل مجال التدريس، وقال عندما قررت أن أذهب إلى مجلس النواب لم يكن لدي أموال، لم يكن لدي لوبي، لم يكن لدي دعم، لكن لا شيء يعجز عليه المدرس، وحظي بتصفيق كبير جدا. عندما تحدث أيضا على أنه نشأ في نبراسكا، وفي ولاية نبراسكا بالتحديد كما تعرفين في الريف الأمريكي هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم هواية الصيد، وقال أنا مؤيد للتعديل الثاني بالدستور وهو اقتناء السلاح، لكن اقتناء السلاح يجب أن يكون آمن، وهي إشارة إلى تقنين استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية، حظي بتصفيق حاد. إذن تحدث عن قصة شخصية. قال عندما قررت أنا وزوجتي أن ننجب طفلا لم نستطع، حاولنا لمدة سنين طويلة، وبالآخر لجأنا إلى التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وأسمينا ابنتنا هوب، يعني أمل. ركز كثيرا إذا كنت توافقين أيضا على هذه الملاحظة. أن يمنع هذا ضمن قانون صحيح الإفهاد. ركز كثيرا إذا كنت أيضا لاحظت موضوع التركيز جدا على المفارقة بين رؤية الديمقراطيين ورؤية الجمهوريين للحياة الخاصة للأمريكي العادي في هذه النقطة، وكما ذكرت جاء يعني بمثال على ذلك عندما قرر الإنجاب وكان هناك صعوبات وما إلى ذلك. ما تفاصيل هذه الرؤية؟ لأنه دونالد ترامب هو عادة كما تعرفين عين قضاة محافظين، ومعركة القضاة في المحكمة العليا رغم أن المحكمة العليا يجب أن تكون محايدة، إلا أن تفسير القانون الأمريكي يأتي ضمن خلفية القاضي. 9 قضاة في عهد ترامب كان محظوظا بأن أحد القضاة توفى والآخر استقال أو تقاعد أكثر من استقال، وبالتالي كان قد عين قضاة محافظين، فقاموا في عهد ترامب بتغيير قانون الإجهاض الذي كان ساري في البلاد لمدة 50 عاما، وهو قانون روي أند ويت. طبعا ضمن هذا القانون هو يحرم في معظم الولايات، ليس فقط في بعض الولايات، أنت تعرفين هذا نظام فيدرالي، معظم الولايات للمرأة بأن تستخدم هذه التقنية، أي المرأة التي لا تستطيع، أو الأسر، ليس فقط المرأة، هي الرجل والمرأة يقدران إذا أرادوا الإنجاب بهذه الطريقة، وبالتالي هو يمنعها. ومن هنا يقول تيم وولز بأن ليس من حق الحكومة الفيدرالية أن تدخل في قرار عائلي بين الرجل وبين الأب والأم إذا أرادوا بالفعل أن يكونوا أب وأم. ومن هنا إشارة كبيرة جدا إلى الكثير من المشاريع التي ترامب يريد أن طبعا أن يطبقها إذا أتى في البيت الأبيض، وخصوصا إشارة إلى 2025. طبعا ترامب قال لا علاقة له في هذا البرنامج الذي أقرته منظمة محافظة تسمى هيريتج، والتي قالت، وعلى فكرة حتى سمعنا من ممثل كوميدي مشهور عندما أحضر هذا الكتاب وقال للأقليات الأمريكية من كل، يعني إذا كان موظف فيدرالي هل أنت تعلن ولاءك لترامب؟ فقالت هذه السيدة لا، أنا لا أعلن ولا إلى أي شخص. فقال لها أنت يعني تم إقالتك، وبالتالي هو طبق، وطبعا هذا يطبق على الكثير من باقي الأمريكيين، وطبعا هو طبق كل ما نسمعه من برنامج ترامب الانتخابي لكن بطريقة بسيطة تصل إلى الأمريكيين العاديين. وهذه ربما البعض يرى بأنها قدرة تيم وولز واختيار كاميلا هاريس له وتفضيله عن جورج شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، ولاية مهمة جدا يمكن أن تكسبها الانتخابات، لكنها قررت أن تختاره هو لأنه يمثل
كل الأمريكيين. هو الأب كما نراه شكله مثل تيدي بير كما يسمى، ويعني شكله قريب للأمريكيين ومحبوب من الشعب الأمريكي. لذا أعتقد بأنها التركيز كان على شخصنة كل هذه القضايا. ومن وهناك توقعات بأن يكون حقيقة مؤثر في الناخب الأمريكي لصالح كامالا هاريس؟ سنرى في استطلاعات الرأي. طبعا هو أيضا حاول مهاجمة جي دي فانس وهو نائب الرئيس ترامب لمنصب نائب الرئيس طبعا المرشح، وقال بأن كان لديه أيضا 24 طالب في المدرسة الثانوية ولم يذهب واحد منهم إلى جامعة ييل، وهي إشارة طبعا إلى جي دي فانس الذي يحاول أن يقول بأنه أتى من أصول متواضعة جدا ومن عائلة فقيرة وكانت لديه مشاكل لوالدته بالكحول وإلى آخره، لكنه استطاع أن يذهب إلى أرقى الجامعات الأمريكية وهي جامعة ييل. إذن هو يقول بأنه جي دي فانس لا يعرف أين يقف، هل هو من النخبة الأمريكية الذي يدعمها وول ستريت أم أنه هو من الطبقة الكادحة. لكن طبعا سنرى لاحقا إذا كان فعل سنرى بعد ذلك، هناك اثنين يتحدثان، إذا كان بالفعل هذا سيؤثر. لكن الكلمات المؤثرة الأخرى طبعا نتحدث نحن على تيم وولز أنه طبعا هو أهم متحدث أنهى هذه الليلة وهذا اليوم الثالث، كانت أوبرا وينفري التي كانت مفاجئة في الواقع. صحيح. حتى أحمد كان يقول لي قبل قليل بأنه هل تعتقدين بأن أوبرا وينفري ستأتي إلى لم تكن مجدولة، وتفاجئنا ربما هذا سبب تأخر وولز أليس كذلك؟ كلمة وولز صحيح يعني لأنه لم تكن موجودة ودخلت على الجدول في آخر دقيقة وبالتالي أعطوها متسع من الوقت. يعني أوبرا وينفري شخصية يمكن أن تؤثر على عدد كبير من الناخبين، ولعبت دور في انتخاب الرئيس أوباما عام 2008، وبالتالي هي ركزت على موضوع الحريات على المكاسب، وخصوصا أنها أتت من ولاية ميسيسيبي التي كانت تعاني من الفصل العنصري في الستينات، وتحدثت عن سيدة كانت في مدرسة لم يسمح لها الاختلاط في ذلك الوقت مع البيض، وقررت أهالي الأطفال البيض في الستينات أن يسحبوا كل أطفالهم وبقي 3 أطفال فقط هم من أصول إفريقية. فقالت بأنه هذه المكاسب التي حققناها على مدى عقود لن نسمح لترامب بأن يأخذها منا وأن نعود إلى الوراء، وبالتالي هي قالت بأنها مسجلة كمستقلة، هي ليست ديمقراطية، مسجلة كمستقلة، لكنها تطلب من كل المستقلين. وطبعا اقتبست من ميشيل أوباما بالأمس بأنه يجب أن تفعل شيئا، وهذا الشيء هو التصويت في هذه الانتخابات للمحافظة على المكاسب. كلمة الحرية وأنا ركزت عليها طوال اليوم من هذه التغطية عادة ترتبط يعني تربطيها بالحزب الجمهوري. نعم. الجمهوريين هم اللي يتحدثون عن الحرية دائما، فريدم فريدم فريدم، لكن الآن أصبحت كلمة ديمقراطية لأنهم بالفعل يريدون. وحتى وولز إذا كنت أيضا توافقين نادية، هو فصل كلمة حرية وأعطى مفارقة كبيرة، كيف ينظر لها الديمقراطي وكيف ينظر لها الجمهوري؟ طبعا، وعلى فكرة ليس هو فقط، كل المتحدثين السابقين، كان هناك حاكم ولاية ماريلاند وبيت بوتيجيج وهو وزير المواصلات وطبعا كان أحد المرشحين، وأوبرا وينفري التي قالت الحرية ليست بدون ثمن، يجب أن نناضل من أجل هذه الحرية، والحرية هي أن تختار، الحرية أن تختار المرأة بألا أختار طبيبها، الحرية هي أن يعني أن تطلب من الحكومة أن تحمي أطفالك من السلاح، الحرية أن تقرر من تتزوج، والحرية أن تختار ما أي إله تعبده، أي مسجد تذهب إليه، أي كنيسة تذهب إليه، أو أي كنيس أو أي معبد. وبالتالي هم فسروا الحرية كحريات شخصية، لكن أيضا حريات منهج الدستور، وقالوا بأن كل هذه الحريات. سنكتفي نادية، انتهى وقت هذه النشرة، شكرا جزيلا لك من شيكاغو نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، إلى اللقاء.